السلام عليكم عائلة أكاديمية فن الحياة. أكيد وإحنا في الفترة الخريفية العديد من الأغذية اللي الحمد لله المغرب ينتجها وموجودة في هذا الوقت هذا اللي هو فصل الخريف، يعني أغذية كثيرة جدا، لكن واحد الغذاء اللي يميز يعني بواحد الشكل كبير جدا هذه الفترة الخريفية وهذه المرحلة هذه واللي هو الزيتون وزيت الزيتون. إن شاء الله اليوم غنبداو حلقة مسترسلة على الزيتون وزيت الزيتون باش نعرفوا شنا هو ولا شنا هي الطرق وشنا هي الوسائل باش أننا نوصلوا هذا الزيت للمنزل ديالنا اللي هنا هو الذهب الأخضر. فتحت شعار الذهب الأخضر الصحة ديالنا إن شاء الله غادي نبدأ سلسلة حلقات تتعلق بالزيتون وزيت الزيتون، واليوم إن شاء الله غادي تكون الحلقة الأولى، فخليكم معنا. إذا في موسم جني الزيتون، ومن بعد ما اعتنينا بالشجرة ديال الزيتون وقلمناها في الوقت العام اللي فات وعطيناها الغبار في الوقت، وتكون عناية، وأنا أركز على هذه المسألة هذه، تكون العناية بهذه الشجرة هذه، جاء الموسم ديال جني الزيتون. فهذا الموسم ديال جني الزيتون أكيد بزاف ديال الناس كتوقع لهم تساؤلات وكيبقاو يبحثوا. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله في هذه سلسلة حلقات أننا نحاول أنكم أننا نعطيو بعض الحلول اللي ممكن أننا نجيبوا بها الزيت والزيتون للمنزل ديالنا وتكون بطرق آمنة. الحلقة ديال اليوم إن شاء الله غتكون على كيفاش نبحثوا على الزيتون وزيت الزيتون، وأنا أتحدث عن الناس اللي ما عندهمش الاشجار او لا ما عندهمش في الباديه، لان بزاف ديال الناس اللي عندهم بعد مره كيكون ارث ديال الاجداد او لا شراكه او لا هذه المساله هذه. الحمد لله الناس اللي عندهم هذه المساله المشكل محلول، ما الغالبيه ديال الناس يعني ما عندهمش هذه الاشجار الزيتون. انا احبد الى كان ممكن ان الانسان امكان لان الانسان دابا بزاف ديال الناس عندهم اراضي ما عارفين شنو يديروا فيها، استثمروا في الزيتون. الوغ ديروا الزيتون بلدي، الوغ جيبوا الزيتون بلدي وزرعوه، راه غير كيوجد الا كانت هناك واحد العنايه. فانا غادي نهضر مع الشريحه الكبيره واللي ما عندهاش هذه الامكانيه هذه، ما عندهاش امكانيه انها مثلا عندها اشجار الزيتون ولا مثلا عندها كيفاش تجيب هذا الزيتون. فغادي نعطيو بعض الامور ونناقشوا بعض الحلول اللي ممكن اننا نجيبوا بها هذا الزيتون وزيت الزيتون وما يتمش خداعنا بزاف ديال الامور. فاول شيء شنو هو المصدر؟ المصدر ديال الزيتون وزيت الزيتون جميل هو المغرب. ما غاديش ندخل انا في لعبه الاسماء باش ما نذكرش واحد الجهه وننسى واحد الجهه، من المغرب كامل فيه تغطيه جميله جدا، تغطيه جميله جدا فيما يخص الحاجيات ديالنا ديال الزيتون وزيت الزيتون. كذلك عندنا حلقات اخرى اللي غنعطيو بها بعض الاشارات للقيمه الغذائيه ديال زيت الزيتون، لان الجغرافيا ديالنا حنايا جغرافيا رائعه جدا، وحتى ان في الفلاحه ديال شجره الزيتون، فالزيتون يعني وشجرتهم تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين. والله سبحانه كيقول زيتونه لا شرقيه ولا غربيه، فهذه طريقة الفلاحة ديال شجرة الزيتون. فانتوما كتشوفوا هذه الشجرة انا عندي هنا، الوغ حاولت نحطها في انها يعني في موقع اللي تضرب فيها الشمس نهار كامل، لان هي شجرة كتعطي الفواكه ديالها من بعد الصيف، وبالتالي كتحتاج واحد التركيب الضوئي واحد لافوتوسانتيز كبير بزاف. فهادشي علاش كنبغيو نحطوها في واحد الاماكن وكتكون واحد العناية. هذه الشجرة ديال العام اللي فات واخا، ولكن كتكون عناية مركزة بطريقة جيدة. واخا فأول شيء هو كيفاش غادي نخترو حنا هاد الزيتون وزيت الزيتون. أولا أول مرحلة الله يجازيكم بخير يكون عندنا شوية ديال الخاطر ونمشيو المنطقة من المناطق المغربية المعروفة بزيت الزيتون والزيتون. شنو غنمشيو؟ غنمشيو مثلا الجمعة في العشية والسبت والحد، أولا غنمشيو السبت والحد، أولا غنمشيو غير الحد. وشنو غنديرو؟ أأمن طريقة هو أننا غنمشيو نقتنيو الزيتون، يكون اقتناء الزيتون.
هذه مرحلة أساسية. وانتم شفتوني أنا جبت هذا الصندوق هذا، هذا إما كيكون بزاف ديال الناس، يعني كاينه طرق متعددة، كاين اللي كيمشي مثلا يشلى، كاين اللي كيكري مثلا الأرض اللي فيها ولا الشجر اللي فيه الغلة، وكل واحد شنو كيدير. مي نتوما سيروا عند الفلاح مباشرة، وأنا أتكلم بصدق لأن بزاف ديال الطرق وبزاف ديال ما غاديش نضيعوا وقتنا في أننا نهضروا على طرق الغش لأنها كثيرة بزاف وتثير الإشمئزاز. فهاد الشيء علاش أأمن طريقة وأأمن مسار وأأمن سيركوي هو هذا اللي غنقول لكم عليه، أنكم تمشيوا عند الفلاح ولا اقتضى الحال نحضر انا كاع، لان وليداتي جيد جدا انهم يشوفوا هذه المرحله هذه، والناس اللي شاركوا معنا في السنوات الماضيه في برنامج الصحه والسياحه شاركوا معنا في هذه المسائل هذه وشافوا الزيتون كيفاش كيتسقط وكيفاش كنجمعوه وكيفاش كنفرقوه، وريناهم درنا ورشات كيفاش نصوبوا الزيتون حامض، كيفاش نصوبوا الزيتون مفرشق. هذا الشيء كامل غتشوفوه معنا ان شاء الله باذن الله. مي غير الحاجه الاساسيه هو انكم سيروا عند الفلاح بوسيلة أو بأخرى. يعني الإنسان لما كيقول لك وأنا كي غندير نمشي عند الفلاح، أنا بالنسبة لي هنا هذا سؤال اجتماعي ما نقدرش أن نجاوب عليه. ما كيف ما أنت كتحرص على بزاف ديال الأمور وتبغي أنك يعني كما كنقولوا حنايا ما تدوش عليك، فهذا السيركوي اللي غتشد أنك تمشي عند الفلاح غتاخذ من عنده الزيتون. الجميل أن المعصرات دابا ما بقاش ستوكاج، وهذا الشيء غنهضروا عليه في حلقات مقبلة، ما بقاش ستوكاج ولا مباشرة في نهارك الطحن الزيتون ديالك. وانا كنهضر عن تجربه، ولا الاخوان اللي الاصدقاء اللي كيعرفونا راه كيديروا هذه المسائل هذه في نهارك، تشري الزيتون وتطحن الزيتون ودي معك الزيت. فشنو غنربحوا؟ غنربحوا انك كتشوف الامور بعينك، زائد انك عارف انه ما غيتزادلو لا ملحه، ما غيكون ستوكاج، ما غاديش تدوز عليك حتى شي مرحله. وانا ليش كنقول هذه المساله؟ باش نضبطوا جميع المراحل، لانك انت الى سمحوا لي على المصطلح الا فلتي مرحله وحده ما تقولش انا هاد الزيت هادي ربما شمتوني فيها. فشنو غدير؟ غتمشي عند الفلاح غادي تاخذ جوج خنشات، ثلاثه دخنشات، اربعه دخنشات، طون، جوج طون، ثلاثه طون، شركوا الناس بيناتكم وسيروا. شحال ياخذ منك؟ يومين في العام، يعني يومين في العام فقط. واخا ما نقولكش انا سير سقط الزيتون ولا كريه ولا هادي ولا هادي، فقط شريه، شريه واجد ودخلوا للمعصره. والمعصرات الحمد لله عندنا معصرات اليوم موجود، كاين اللي يبغي مثلا ديال الحجره، كاين اللي يبغي العصريه، كل واحد كيف ما بغى، غير حرصوا انه يكون في البارد ماشي في السخون، هذا الشيء غنهضروا عليه. واخا فالحلقه ديال اليوم كانت على كيفاش نبداو الاقتناء ديال الزيتون وزيت الزيتون، يعني ذاك المرحله الاولى في ذاك السيركوي في ذاك المسار ديال زيت الزيتون. ما نعكزوش عافاك وما نعكزوش، ونديروا واحد البيدجي، نديروا واحد الرصيد مالي، لان هذه راه كتهم الصحه ديال ولادك. لان غنجيو من بعد غنهضروا باللي الزيت الوحيده اللي خصها تكون في المنزل زيت الزيتون وزيت ارغان. فالله يعطيكم الخير، الحلقه ديال اليوم كانت على اول مرحله في اختيار الزيتون وزيت الزيتون. فاليوم ان شاء الله شنو النصيحه ديالنا؟ هو انكم غادي تشوفوا، ولا احنا الحمد لله دابا كل شيء متاح، انسان في الباديه يشوف شي واحد من عائلته يمشي يسول يمشي هادي، كما كنقولوا حنا بالدارجه يريص لك واحد الانسان كيبيع زيتون مزيان وغتمشي عنده غتاخذ نص طن ولا طن ولا جوج طن ولا شوف الحاجيات ديالك كامله. واخا يعني كل واحد ولا حسب القدرات ديالو وعلى حسب التصورات والبلانينغ والتخطيط ديالو للصحه ديالو. غير انا بغيتكم ان الزيتون وزيت الزيتون دخلوا عافاكم في التخطيط ديالكم الصحي والتخطيط الاسري، هذا هو الهدف ديالي انا من هاد الحلقه ديال اليوم. فبداو اول حاجه وما تزربوش، يعني راه باقي الوقت دابا ان شاء الله هاد الاسبوع هذا غدا ولا بعد غدا راه كاين الغيت، غادي يكون ان شاء الله يعني الشتا غطيح. الجميل ان غادي يعني الزيتون غيزيد يزيان وغادي حتى لو روندومون غيطلع كيزيد يطيب. ما تزربوش عافاكم، ما ندخلوش في واحد الفتنه ديال هادي وخصني باقي ما خديت ربما هادي ربما هاد، لا بهدوء وشوفوا اللي تاخذوا من عندهم وسيروا خذوا الزيتون احسن وسيله نبدا هاد لو سيركوي هذا. شوفوا شي واحد سيروا عنده خذوا الكميه طحنوها، والباقي ان شاء الله الحيتيات الاخرى انا غادي نهضروا عليهم ان شاء الله في حلقات مقبله. فهذه كانت الحلقه ديال اليوم، هو اننا كيفاش نبداو، والمرحله المهمه في التخطيط ديالنا ديال الاسره ديالنا اننا نبداو ناخذوا هذا الذهب الاخضر خصو يكون عندنا في المنزل ديالنا وبيت الخزين ديالنا. خليت لكم الراحه، نتمنى ان شاء الله كل واحد يكون عنده هذا الزيت في المنزل ديالو، تشجيع الاقتصاد الوطني وتشجيع للفلاح والصحه ليك والسياحه ليك، وتشوف هذه وتعرف قيمه الحبه ديال الزيتون اللي كتحطها فوق الطبله.
كنتم في أكاديمية فن الحياة، وما تنساوش أكاديمية فن الحياة عالم أصيل يناديكم. السلام عليكم.